قابلت ليا لقاء مع الأستاذ بليغ، يعني كانت في لقاء والله العظيم واحد يعني. كان عندك كان شهر وربع. لا كان كملت شهرين. سمعك بتوقعي، قال البنت دي صوتها حلو عايزه نحلق. ايه الحكايه؟ لا هو كنت انا لسه بادئه، وكنت عامله غنوه اسمها يا خساره ايام حرب الخليج. كويس. وهو كان صديق لبابا جدا، ف طبعا. قمت من النوم 2-3 الفجر على صوت بابا بيتكلم، ايه يا بلبل، معقوله يا بلبل المفاجاه دي؟ كان بيكلمه من لندن. معقوله المفاجاه دي انت سمعتها فعلا؟ سمعتها كان عن طريق صديق مشترك سمعه الكاسيت. وان هو كان بيكلم بابا بيهنيه بيا وانه فرحان بيا وعجبه صوتي وكده. الله. وبعد كده اول ما نزل مصر عمل انا من البلد دي واختارني ان انا اغني فيها. واثناء التيك بتاع الغنى كان في استوديو 35 في الاذاعه. كنت انتوا مجموعه من كنت انا ووائل سامي وانغام والله يرحمه عماد عبد الحليم وايهاب توفيق، شيرين وجدي، طارق فؤاد، منى عبد الغني. كانت مجموعه كبيره. فاحنا في الاستوديو، فبابا كان مشدود ويعني عايزني ابقى في احسن صوره. انا كنت 9 سنين 10 سنين. فكان عايزني في احسن صوره، انه يعني استاذ بليغ يعني. فانا اتوترت ومش يعني زرجنت وكده. فانا فاكره راح استاذ بليغ دخل البلاينج روم، راح قايل واخر بابا، قال له بقول لك ايه، اتفضل انت اطلع بره خالص وسيبها لي. وهو اللي خد لي تيك الغنى انا فاكره. بس كان قد ايه لطيف، وكان بيدلعني وكان فظيع يعني، لحد ما خد منك التيك الصحيح. هو اللي خد مني تيك الغنى ما شاء الله. طيب بقى عايزين نسمعهم وهم في دار من اكتر الاغاني اللي بعشقها، انساك بموت فيها. يعني عايزين نسمعهم بصوتك دلوقتي. انا نفسي اغنيها. انساك يا سلام. يعني تبقى أجمل ختام لهذه الحلقة اللي كانت جميلة بحضوركم. الله يخليك. أهلا بيك ومتشكرين قوي يا أستاذ ناجي. أولا أنا اللي بشكرك. الله يخليك. يعني لأن مهم جدا أن احنا نعرف الناس دي. طبعا تأكيد. ويعني لأن هم أثروا في وجدان المصريين، صنعوا الوجدان وأثروا فيه.